تحية طيبة لكم مشاهدينا. الحرب مستمرة إلى أجل مسمى، هذا هو أبرز العناوين مشاهدينا في قطاع غزة. وصحيفة إسرائيل اليوم تتحدث عن توقعات بأن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك من أجل الدفع للتوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب. الزيارة مشاهدينا ستكون الثامنة لبلينكن، رقم 8 هذه الزيارة منذ بدء بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وستأتي في إطار ما يوصف بالدعم المطلق لتل أبيب باستثمار كل الطاقات للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى الهدوء في الجبهتين الجنوبية قطاع غزة والشمالية جنوبي لبنان على الأقل حتى موعد الانتخابات الأمريكية المزمع تنظيمها في شهر نوفمبر المقبل. هذه الصفقة مشاهدينا والتي لا تزال على نار هادئة كما يقول مراقبون لم ترشح معالمها بعد، وما تزال محل ردود ومواقف وشروح سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس والجهاد. فهل ستتوقف الحرب بإحراز مشروع الصفقة القبول من جميع الأطراف ثم تدخل مجال التنفيذ، أم أنه سيكون مصيرها مصير الصفقات السابقة؟ نشاهد التقرير أولا ثم نبدأ النقاش. تزال خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء القتال في قطاع غزة تراوح مكانها. الخطة الأمريكية كشفت عن خلافات كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث تعالت أصوات مطالبة بقبول الاتفاق، خاصة بعد الإعلان عن أن المقترح تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل المجلس الحربي، مقابل تذبذب في صورة النصر الذي يرغب الاحتلال في تحقيقه. مسؤولون في حركة حماس رحبوا بخريطة الطريق التي قدمها الرئيس الأمريكي، وأبدوا تمسكهم بالورقة الأخيرة التي قدمت في مفاوضات 6 ماي الماضي، وطلبوا الوسطاء بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية من أجل البدء في محادثات جادة بشأن تطبيق الورقة والخطة. أمميا حركت الولايات المتحدة مسودة قرار لمجلس الأمن من أجل الحصول على دعم المقترح، ودعت إلى إلزام حركة حماس به. تحية طيبة لكم مجددا مشاهدينا الكرام، تحية لضيوفنا. بداية معنا الأستاذ أمجد السلفيتي المحامي المختص في القانون الدولي. أستاذ أمجد، كيف نرد على التصريحات والتصريحات المضادة بخصوص هذا المشروع، مشروع هذه الصفقة والتي كما قال المراقبون ما تزال في مراحلها الأولى، ولكن البيت الأبيض يضغط من أجل تنفيذها؟ كما أشار التقرير، الشيطان يكمن في المضمون، وهناك مطالب حقيقية ومشروعة للمقاومة الفلسطينية للتأكد من أن هذه الصفقة ليست صفقة إعلامية دعائية تخدم أغراض عند الطرف الصهيوني الإسرائيلي أو الطرف الأمريكي بالانتخابات القادمة بنوفمبر. يعني المقاومة ولأول مرة نحمد الله أنهم يعني يتروون تماما ويقاومون التسرع بأي قرار، وهم حقيقة يعني أسياد الموقف بهذه الفترة لكي يطمئنوا أن هذه لن تكون يعني حقلة تجارب لهؤلاء المعتدين، خاصة وأن الخسائر البشرية بين المدنيين الفلسطينيين هي الأكبر والأعظم. فلذلك أعتقد أن هذه الخطة رغم أنها أقرب إلى وقف إطلاق نار شامل مما شاهدنا بالسابق، لا بل هي الأوضح. أعتقد أنه ستكون غير موفقة أن يتم القبول بها بوقت سريع، يعني لا أعتقد مثلا يوم السبت، أعتقد هو التاريخ الذي حدده المقاومة الفلسطينية لترد على هذه الخطة، لن يكون تاريخا مقدسا، بل أعتقد أن المقاومة ستحاول جادة بأن تحرز مثلما الآخرين يريدين أن يحرزوا مشهد حقيقي أقرب للانتصار الفلسطيني منه إلى الانتصار الإسرائيلي الوهمي الذي يود الأمريكي إخراجه لحليفه بالمنطقة. ولكن أمس أستاذ أمجد، أمس في مجلس الأمن الدولي إسرائيل رفضت هذا المشروع الذي قدمته أمريكا بخصوص تبادل الأسرى ووقف الحرب وما إلى ذلك، مباشرة إسرائيل رفضت هذا المشروع، فكيف يمكن أن يعبد الطريق إذن لهذه الصفقة؟
تماما. أنا أعتقد أن هذا المشهد يذكرنا في قرار التقسيم الفلسطيني الذي تم تشويهه بعام 1948، بأن الحقيقة أنه يعني الجهة العربية هي من رفضت قرار التقسيم، تلاعب بالكلمات، تلاعب بالمواقف، الزبزبة بالمواقف، الانقسامات الوهمية داخل الحكومة الواحدة، التصريحات المتناقضة في كثير من الأحيان، الدعم المطلق من الأمريكيين، الحرص على، أنا برأيي، الحفاظ على الانتجريتي، يعني هيبة الاحتلال الصهيوني أمام الرأي العام العالمي، كما تقوم بهذا الدور الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. ولذلك أنا أقول أنهم سيستمرون في الضغط على الكيان الصهيوني، على الحكومة الإسرائيلية الحالية، ولكن أعتقد هذه جزء من عملية الضغوط. ما صنعه الإسرائيليون بالأمس هي عملية تكاد تكون يعني دبلوماسية محترفة ولكنها خبيثة النوايا، بمعنى أنهم هم يتعززون وكأنهم منتصرون على الساحة الفلسطينية، ولكن الحقيقة أن هم ما يفعلونها أنهم يرتكبون جرائم ضد المدنيين ليكون هناك ضغط على المقاومة. ولكن هذا كما شاهدنا في 8 أشهر الماضية وأكثر لم يؤدي إلى نتيجة. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع المقاومة، ولن ينجح الكيان الصهيوني بأن يضغط على المقاومة لكي تقبل. لكن هذا يسجل لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام، أن إسرائيل هي دائما من يرفض الحلول السلمية. ليس مقبولا الآن أو حتى من أشهر بأن عذر إسرائيل المتحرك، الأهداف المتحركة لدى الكيان الصهيوني، هي ما يؤهلها ويمكنها ويعطيها الغطاء القانوني كما توفره الولايات المتحدة للاستمرار في هذه الإبادة. لم يعد هذا مقبولا أبدا، والمشهد يسجل على إسرائيل مواقف أصبحت يعني معيوبة لدرجة أنها أصبحت دولة منبوذة، تكاد تكون عبئا سلبيا، عبئا ثقيلا على كل من يريد أن يتحالف أو يؤيد أو يدعم موقفها. وكما شهدنا يعني أوروبا تحركت لدعم الولايات المتحدة فورا قبل مجلس الأمن، ولكن كل هذه الأمور تدل على شيء واحد، أن قدرة التحمل لهؤلاء الحلفاء لحليفهم بالمنطقة أصبح يعني ذات وزن خفيف، طيب، ولم يعد قويا كما كان بالسابق. أستاذ أمجد، هناك من يقول 7 جوان الحالي ليس هو 7 أكتوبر الماضي، فالموازين تغيرت والضغوط ليست فقط على المقاومة الفلسطينية الآن على رأسها حماس والجهاد، بل وأنت كنت تتكلم عن الدول التي هي انحازت الآن للموقف الأمريكي، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، ناهيك عن ما صدر عن محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات. ألا ترى بأن إسرائيل الآن صارت في مرمى كل هذه الهجومات، ولو بين قوسين دبلوماسيين فقط وليس بطرق أخرى؟ أردت أن أضيف، طبعا كلامك أخ عثمان يعني دقيق جدا، أردت أن أضيف أن هناك ضغوطات أيضا وهي أكثر على الاقتصاد العالمي، من الإخوة الحوثيين المقاومين في اليمن، وكذلك العراق، وكذلك من جنوب لبنان. هؤلاء جميعا يوفرون للمقاومة غطاء قوي جدا ويربطون وقف المقاومة بوقف إطلاق النار أو وقف العملية الاعتداء والعدوان على الفلسطينيين في غزة. ولذلك بالإضافة إلى هذا الشيء الذي هو أصبح مهم، هناك طبعا ضغط على الولايات المتحدة من قبل يعني بالانتخابات القادمة بنوفمبر. أعتقد أن الكرت الذي استخدمه المناخبون المصوتون العرب والفلسطينيين والمسلمين واليساريين
وكل الأطراف المناهضة للعدوان على قطاع غزة أصبح ملموسا لدى الديمقراطيين في غزة في الولايات المتحدة، حيث يعني ينوهون بأنهم لن يصوتوا لدعم الموقف الديمقراطي، وهذا يهدد فرص بايدن الذي هو أصلا يعني متخلف بال الإحصائيات أو التقارير الواردة بمن سيربح الانتخابات. ولذلك أقول أن هناك ضغوطات من كل الأطراف ومن كل النواحي ومتنوعة، هناك ضغوطات إسرائيلية، هناك نزاعات إسرائيلية، هناك ضغوطات على الموقف الإسرائيلي والموقف الغربي من قبل المقاومات في المناطق المختلفة من العالم العربي، هناك أيضا ضغط من أوروبا التي أصبحت تتخلى بسهولة وتتوجه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم موقف إطلاق النار. هناك التحولات التي ينتظرها أيضا الغرب في دول يتم بها الانتخابات مثل بريطانيا مثلا، حيث سيكون يعني بطاقة الحرب في غزة أو العدوان بغزة بطاقة جدا مهمة لترجيح الكف لصالح هذا الحزب أو ذاك، ولكن الحكومة متأخرة في الاستطلاعات الرأي. كذلك في الولايات المتحدة أعتقد كما أشرت يعني أنه هناك خوف حقيقي أن يدفع الثمن بايدن وأن يكون هناك وضع يعني غير مستقر عامة، ولكن هناك أيضا الطموحات الشخصية لبايدن ولرئيس الوزراء بالكيان الصهيوني، كلاهما يطمح بشكل شخصي للنجاح بالانتخابات بالنسبة لبايدن والبقاء نعم. في الحكم بالنسبة لنتنياهو. وفي الوقت نفسه دكتور أمجد، هناك من يعلق على أن هناك غموضا يكتنف محطات من هذه الصفقة، وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير وكذلك وزير المالية يطالبان اليوم بنيامين نتنياهو بالكشف عن كل محطات المحطات التي تحتويها هذه الصفقة. بالإضافة إلى ذلك كنت أستمع البارحة لممثل حركة حماس في لبنان يقول أنه إسرائيل تتحايل وتريد أن تتملص من المواثيق الدولية، تريد منا أن نعيد لها مختطفيها ثم تبقى في قطاع غزة ولا تريد أي إنهاء الحرب نهائيا. يعني رغم أن المقاومة الفلسطينية بكل الأطياف والأجنحة ركزت في العقود الماضية على الكفاح المسلح والمقاومة المسلحة، لكن أبهرتنا بأن لديها التجربة العميقة في الأداء الدبلوماسي والسياسي بالمفاوضات. وأنا أشارك الرأي صدر عظيم من أسامة حمدان ناطق في اسم حماس في لبنان بتصريحه، هو أعتقد تماما بأن الإسرائيلي يريد أن يتغافل. أعتقد كثير من هذه التصريحات هي تصريحات للشارع وللرأي العام الإسرائيلي في داخل الكيان الصهيوني، وأعتقد الكثير منه عبارة عن تنسيق مع الولايات المتحدة في بعض الأحيان. هناك كثير من التمثيل المسرحي في المشهد الحالي، ولكن أنا سعيد جدا ومرتاح جدا بأن المقاومة حذرة كل الحذر، وهذا يدل على أن أدائها على بالميدان مطمئن وهي واثقة من نفسها، ولكن للأسف هناك سعر يدفعه الشعب الفلسطيني، ولكن فلسطين غالية وتستحق كل التضحيات. سؤال أخير أستاذ أمجد، وكأن المقاومة اليوم أكثر نضجا مما كانت عليه سابقا من حيث استنتاج الدروس والعبر من مضى، ليست هذه الحرب الأولى بالنسبة لقطاع غزة مع إسرائيل، فهم يسائلون إسرائيل عن من هو المسؤول الذي سيبني القطاع غزة فيما بعد، انظر الذي حدث في بيت لاهيا وبيت حانون ورفح وقلب غزة وجباليا، هذه المدن والمناطق كلها محطمة، ناهيك عن هذا الآلاف من النازحين والمشردين وهذه المساعدات المقطوعة وما إلى ذلك. فيا ترى هل هذه الصفقة التي تتحدث عنها البيت الأبيض اليوم تشمل هذه المحطة فيما بعد، أن تكون هنالك إعادة تعمير، إعادة البناء، إعادة هؤلاء النازحين إلى بيوتهم سالمين، أم أنه تنتهي الحرب وانتهى الأمر؟
يعني طبعا هناك كثيرا من الواجبات القانونية التي يعني يتداولها القانون الدولي بهذه المسألة، خاصة المسألة جدا واضحة إذا كانت هناك رغبة ونية بتنفيذ وتطبيق القرارات الدولية والقانون الدولي بشكل عام. من سبب هذا الضرر العظيم وهذه الخسائر البشرية من شهداء بقطاع غزة هم الكيان الصهيوني بشكل مباشر، وحليفه الولايات المتحدة الذي أعطاه الغلاف العسكري بالذخيرة بالدعم باللوجستيات، الذي أعطاه الدعم المالي الاقتصادي، الذي أعطاه الدعم الدبلوماسي والغطاء الدبلوماسي والسياسي، والذي باهر بأن أداء الكيان الصهيوني هو من ضمن الدفاع للنفس، مسألة يعني مناهضة تماما للقانون الدولي. لكن أعتقد أن المسؤولية القانونية تقع تماما على هذان الطرفين مع الشركاء في الحلقة الأوسع اللي هم ألمانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، والدول التي دعمت هذه الإبادة. إذا أعتقد أن المسؤولية والواجب لإعمار القطاع هو واجب من تسبب بهذا الضرر بشكل مباشر أو غير مباشر، وهم قادرين على التعويض. لكن أهم من كل ذلك أن يكون القرار سيادي، وأن يكون بيد المقاومة، وأن تبقى المقاومة هي من يعني سيستمر في إدارة قطاع غزة، لأنها الجزء الوحيد الحقيقي المحرر من دولة فلسطين القادمة إن شاء الله. ومع ذلك سيد أمجد، هم يريدون من قطر أن تعيد بناء قطاع غزة، لا يريدون أن يتحمل المسؤولية، هكذا فهمت من بعض المنسوبين للكابينت الإسرائيلي، وبالتالي هم تسببوا في هذا الحرب ولا يريدون أن يتحمل مسؤولية تداعيات وانعكاسات الحرب. سيد أمجد أشكرك على كل حال. سيد أمجد السلفيتي المحامي المختص في القانون الدولي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. الحديث أيضا عن النازحين، مشاهدين هنالك أعداد كبيرة جدا من النازحين بعد أن نزحوا من الشمال إلى وسط غزة ثم إلى رفح، الآن نشهد العودة من جديد لهؤلاء من رفح إلى الشمال من جديد، ولكن وجدوا بيوتهم منازلهم مدمر على الآخر. فهذه أوضاع صعبة جدا يتكلم عنها النازحون الذين وصلوا إلى الشمال من جديد. الموضوع جامد عليهم، لعله يصحوا، الضمير العربي يصحى، الوطن العربي يصحى، المسلمين. إذن المشاهدين، هذا جانب من هذه الرحلة، رحلة محفوفة بالمخاطر للنازحين. الآن العودة مثل ما كنت أتحدث من الجنوب، طبعا من رفح، عودة إلى دير البلاح وخان يونس وقلب غزة. ولكن بالنسبة للذين انتقلوا من رفح، على أساس أن إسرائيل قالت لهم انتقلوا الآن من رفح إلى مناطق أخرى سنظن بأنها آمنة، ولكن الذي حدث انتهى إلى علمكم جميعا أنه قوصفت كثير من المناطق، رغم أن إسرائيل قالت للفلسطينيين النازحين ابتعدوا عن قلب المدينة، مدينة رفح، أخرجوا من هذه العمارات أو هذه البنايات واتجهوا إلى هذه المناطق سنضمن لكم أمنها، ولكن تعرضت للقصف كما انتهى إلى علمكم. نشاهد جانبا مما يقول هؤلاء النازحون. لما انت شايف الصورة لحالها بتتكلم، دمار، ينتقموا من الحجر ومن البشر لا أكثر ولا أقل، والوضع ما ساوي، لا ضر لنا دور ولا ضر لنا مال، الحمد لله حتى أولاد كمان راح، الأمور صعبة، حياة صعبة،
فوت المعسكر رجعونا للمعسكر ايام زمان يعني. يعني كل المعسكر تقريبا كله عايش في خيام، لا في مي ولا في اكل ولا في شرب، حتى الحياه صارت ضاقت يعني، انفرجت شويه بعدين رجعت الامور اسوء من اول. دور مدنيه، معظمها دور مدنيه، انا سكان المنطقه ولا واحد فيهم يمكن بيعرف يشتغل على سلاح ولا شاف مدنيه. هاي دار عندك خمس طوابق ما فيها عسكر، اتدمر سوق، اتدمر مناطق، الاموات الاموات طلعوا من قبورهم ونبشوا عليهم. ايش ضل بدك تقنعني؟ سيء، الواحد في بيته مش لاقي لقمته، مش لاقي مية في بيته، فما بالك انت لما تكون مركز هواء، بيت الدرج بتنام، تقدس، امراض، اوبئه، ايش بدك اكثر من هيك؟ الامور صعبه، الامور تطاق، يعني الانسان صار لما يخش في اليهود ملوش خطر ينسحب، الخطر يروح عليهم. الامور صارت عندنا صعبه. التهجير ايش بدك لما انت باخذ منك اسس الحياه في المنطقه اللي انت عايش فيها، ايش بده يضلل لك للحياه فيها؟ ولا حاجه. انت الحين وصلت لمرحله نص الصفر، تحت الصفر. يعني ذا اللي بيهجرك بطريقه غير مباشره، بس فشروا. فشروا. وين هاجرونا؟ ما فيش إلا مأوى ولا مكان إلا أرضنا، حتى لو فوق التراب هذا بدنا نعيش، ما فيش مجال. والله كنا قاعدين فجأة في الشيك يوم بليلة، قصف عنيف، نعرفش من المدفعية بيجي، من الطيران الحربي بيجي، من الاستطلاع، من الكواد كابتا. اتحصرنا في المدرسة بيوم وليلة، كمان لقينا مع باب المدرسة بدون سابق أي انذار، بلشوا يخبطوا فينا وإحنا نعرفش إيش بيصير فينا بالضبط. يخبط، دمروا المنطقة حوالينا كلها زي ما انت شايف، كل المنطقة يعني المدرسة اللي كنا نلعب فيها وننبسط ونضيع التعب اللي احنا فيه في المدرسة، حرمونا من القعدة فيها زي ما انت شايف، دمار كله، يا تفريغ يا حرق ابصري، ايش نسوي؟ الحمد لله على كل شيء، راح نرجع نعمرها باذن الله، راح ترجع المدرسة مدرستنا، راح ترجع الارض ارضنا. كان هذا مشاهدنا احد النازحين، كان يسكن هذه المدرسة وبدورها تعرضت للقصف الإسرائيلي. ورحب بمشاهدينا من ضمنهم دكتورة تمارا حداد الباحثة والمحللة السياسية معنا من رام الله. دكتورة تمارا، هل باتت الظروف مهيئة الآن لجميع الأطراف للنزوح للسلم والأمن وأن تنتهي هذه الحرب طبعا بضغط من قبل البيت الأبيض؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. يعني ما زالت حتى هذه اللحظة هناك صحيح ضغوطات مستمرة من قبل الإقليم، وأيضا التحديات التي بالفعل باتت اليوم تنعكس على واقع المدنيين الفلسطينيين النازحين الفلسطينيين بكل انعكاسات هذه الحرب السلبية. لكن هذه الضغوطات التي أصبحت اليوم يعني تتحول ضمن ذرائع بالنسبة للكيان الصهيوني وبالتحديد نتنياهو، دائما يتذرع أن هناك يتواجد مقاومين، يتواجد هناك رهائن يجب إخراجهم عن طريق الخيار العسكري. لذلك حتى هذه اللحظة الظروف بالنسبة لنتنياهو غير مهيئة بالنسبة لوقف الحرب على قطاع غزة لأكثر من سبب. نتنياهو الآن يريد أن يحافظ على أكثر من محور. المحور الأول وهو المحور الشخصي بالنسبة لنتنياهو، عملية محافظته على مكتسباته الشخصية والسياسية هي فقط بإطالة الحرب وإطالة واستثمار الوقت لإطالة هذه الحرب، لعل وعسى أن تنقلب الموازين القوى لصالح نتنياهو. المحور الثاني وهو المحافظة على اليمين الائتلافي المتطرف أو الحكومة الائتلافية الحالية، يريد أن يحافظ عليهم قدر الإمكان من أجل أن يكون هناك نوعا ما الاستمرار أيضا بوقعه السياسي. ناهيك أن هناك محورا ثالثا يريد إطالة الحرب، لعل وعسى أن يكون هناك نوعا ما من مجيء ترامب، كون أن الجمهوريون دائما أكثر قربا بالنسبة لليمين المتطرف الإسرائيلي. المحور الرابع، نتنياهو يريد أن يثبت نظرية التي لم تتثبت حتى هذه اللحظة ولم يعني تتحقق نتائجها، وهي نظرية الصبر الاستراتيجي التي من ضمن النصر، وهي نظرية النصر الاستراتيجي من خلال الصبر الاستراتيجي، بمعنى يريد أن يحقق نظرية الصبر التي اليوم حتى هذه اللحظة لم يحققها على أرض الواقع، وهي أن يكون هناك سيطرة كلية أمنية شاملة على كل قطاع غزة، بالإضافة لإعادة جوهر كل هيكلية قطاع غزة من جديد. طبعا هو الهدف الأساسي تقطيع أواصر قطاع غزة منطقة عن منطقة أخرى، بمعنى عزل المنطقة الشمالية عن المنطقة الوسطى عن المنطقة الجنوبية حتى يكون هناك نوعا ما من سهولة السيطرة عليها. بعد انتهاء منطقة رفح هو يريد أن يعزز محور جديد وهو محور المنطقة الشمالية، بمعنى هو يريد إزالة التهديد المتمثل في
نعم يريد الآن يبدأ في إنهاء عملية التهديد في المنطقة الجنوبية حتى يتفرغ المنطقة الشمالية المتمثلة بحزب الله. نتنياهو حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يحقق أي نوع من إزالة ما يسمى الصواريخ، يعني بالعكس أصبح هناك حزب الله استخدم عدة صواريخ جديدة متمثلة بالصواريخ الهجومية بالإضافة إلى المسيرات الانقضاضية بالإضافة للصواريخ الدفاعية التي يوم أمس أثبتت يعني أنها استطاعت أن تصد الصواريخ الحربية الإسرائيلية التي يوم أمس هي استطاعت أن تسير في قلب منطقة لبنان، لكن المقاومة حزب الله قام بصدها. ولكن سيدة تمارا كأنه دكتورة تمارا كأنه هذه المرة أمريكا بدت جادة أكثر مما كانت عليه من قبل. وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في يشد الرحال للمنطقة للمرة الثامنة، هذه المرة للمنطقة، على سنه لابد من تحريك دولي بهذه الصفقة لتنجح. في الوقت نفسه كما كنت تتكلمين أن نتنياهو ما زال يقول سنسترجع هؤلاء الذين اختطفوا في قطاع غزة أحياء أم أمواتا، وبالتالي بمعنى أنه يريد استمرار الحرب بضغط من بن غفير الوزير الأمن وكذلك وزير المالية. ولكن الذي لم يفهمه كثيرون هو أنه أمس في مجلس الأمن إسرائيل رفضت هذا المشروع الذي طرحته أمريكا من أجل أن تتوقف الحرب وتكون هناك مفاوضات. أمريكا إسرائيل رفضت هذا المشروع أمس في مجلس الأمن. صحيح صحيح، بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية معنية تماما أن يكون هناك نوعا ما بهذه الفترات أن يكون هناك فترة مؤقتة يعني تحل يعني توصل إلى هدنة مؤقتة حتى تفضي إلى هدنة طويلة الأمد. بالتحديد بايدن هناك معركة انتخابية أمريكية معني بوقف هذه الحرب حتى يحقق مكتسبا سياسيا في منطقة الشرق الأوسط، هذا من جانب. ولعل وعسى أن وقف هذه الحرب بالفعل أن تتحول نوعا ما من إيجاد مقاربة سياسية مستقبلية بعد الوصول إلى حالة من التفاوض بين الفلسطيني وبين الإسرائيلي، لعل وعسى أن يكون هناك حالة من التطبيع التي يريدها بايدن لإنجاز مكتسبا التطبيع بين السعودية وإسرائيل. لكن بايدن يعلم تماما أن عملية تقديم خارطة الطريق سوف تؤدي إلى معرقلات، وهذا ما تم الإشارة إليه بتصريحه أن يجب قبوله من بعض أعضاء اليمين المتطرف المتمثل ببن غفير وسموتريتش بالإضافة إلى نتنياهو، كون أن هذا المقترح الإسرائيلي كما تم الإشارة أنه مقترح إسرائيلي، فكيف سوف يكون هناك قبول لمقترح في واقع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي صاغته وعدلته عن طريق الوسطاء قطر والمصريين، فبالتالي كيف سوف يكون هناك رفض لمقترح إسرائيلي كما تم الإشارة يوم أمس، وهناك أيضا إشارات من الولايات المتحدة الأمريكية أنه مقترح إسرائيل، فبالتالي هناك غموض وضبابية في عملية هذا المقترح. ولكن باعتقادي أنه عبارة عن مقترح نتاج الوسطاء المصريون والقطر بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل وضع نتنياهو في الزاوية، وكأن هذا المقترح أنه مقترح إسرائيلي كون أن الإسرائيليين بالفعل هم قدموا مقترحا إسرائيلية من خلال الوفد المفاوض سواء كان الشباك أو الموساد الإسرائيلي بالإضافة إلى أعضاء مجلس الحربي جانس وبالإضافة إلى زين بوت بالإضافة إلى نتنياهو ذاته وأيضا جالين. بالفعل قدم الإسرائيليين مقترحا، ولكن هذا المقترح بالفعل بتصريحات بايدن أشار نتنياهو أن ليس هذا المقترح الذي قدمناه بالنسبة لبايدن، وهذا إشارة أن ما يحدث الآن عبارة عن تناقضات بين الطرف الأمريكي والإسرائيلي أمام الإعلام، لكن على أرض الواقع تحدثنا ميدانيا يعني شوهد اليوم أن جميع الأسلحة التي استخدمت في واقع قطاع غزة كان أغلبها أسلحة أمريكية، وبالتحديد في الضربة الأخيرة على مدرسة من أحد مدارس الأونروا في منطقة أنصيرات، وهذا كان جديدا وليس قديما، فبالتالي ما يحدث الآن على أرض الواقع هي عبارة عن تناقضات بين شخصين بين بايدن ونتنياهو، ولكن ليس الدولة العميقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هناك علاقة استراتيجية بينهما، لكن هناك مصالح لكلا الطرفين، بايدن يريد المعركة الانتخابية الأمريكية ونتنياهو يريد الإبقاء على حكمه السياسي على إسرائيل حتى أطول فترة ممكن. ولكن الذي بات واضحا دكتورة تمارا أنه هناك كثيرون يوافقون على تبادل الأسرى سواء إسرائيل سواء المقاومة الفلسطينية أو المجتمع الدولي. نعم سيكون هناك تبادل الأسرى أو المختطفين، ثم بعد ذلك يكون هناك وقف لهذه الحرب. الحرب لا يمكن أن تدوم لأجل غير مسمى، ولكن الإشكال وهنا مربط الفرس يقولون هو مسألة الإسرائيليون، هل سيخرجون من قطاع غزة نهائيا أم أنهم سيبقون على مشارف الحدود لقطاع غزة؟ هذا أولا. ثانيا، من سيتحمل مسؤولية إعادة بناء قطاع غزة؟
أنت ترين هذا التهديم وهذا الدمار الواسع الذي أبقته عناصر الجيش الإسرائيلي في القطاع كله. ثم هناك محطة أخرى عسيرة جدا هي مسألة الدولتين، هل إسرائيل ستقبل بحل الدولتين أم لا؟ هذا هو الإشكال الآخر. أولا هناك انقسام بالفعل، انقسام داخلي حقيقي في إسرائيل، سواء كان بالمجلس الحرب، سواء حتى على مستوى الحكومة الائتلافية التي يترأسها نتنياهو، حتى على مستوى المعارضة الإسرائيلية، حتى الشارع الإسرائيلي المتمثل بأهالي المحتجزين الإسرائيليين. إذا تحدثنا من واقع أن جميع الإسرائيليون لا يقبلون بحل الدولتين في هذا السؤال الأخير، يعني جميع الإسرائيليين المعارضة، اليمين المتطرف، المتدينون، الحريتين، العلمانيون، اليساريون لا يقبلون بالدولة الفلسطينية. الإشكالية الكبرى بين اليمين واليمين المتطرف، هناك يمين وهناك يمين متطرف، اليمين المتطرف المتمثل بن كفيل وسموتريتش، واليمين المعتدل المتمثل سواء كان بغانتس بإيزنكوت جيلنت، لكن جميعهم يختلفون على نقطة جوهرية وهي إدارة وقف الحرب على قطاع غزة. بمعنى إشكالية الأطراف هي إدارة وقف الحرب. نتنياهو غير معني تماما بوقف هذه الحرب، يعني بمعنى أن هناك قسم يرى أن المستقبل لا أفق لوقف هذه الحرب، لا أفق مستقبلي سياسي لوقف هذه الحرب. الطرف الآخر متمثل بغانتس الذي أعطى مهلة حتى الثامن من حزيران حتى ينسحب من الحكومة الحرب، غانتس وإيزنكوت بالإضافة إلى غانتس هو يريدان وضع خطة لليوم التالي بعد انتهاء هذه الحرب، بمعنى أن هناك من يريد الحكم العسكري بشكل كلي على قطاع غزة متمثل بن كفير وسموتريتش، وهناك من يريد أن يكون هناك سيطرة عسكرية أمنية على قطاع غزة، لكن السيطرة الميدانية والمعاشية أن تسلم إلى الفلسطينيين، أن تسلم إلى قيادة بديلة. حتى هذه اللحظة لا توجد هناك أي إشارة من هي القيادة البديلة. هناك رفض لحركة حماس لوجودها في قطاع غزة، هناك رفض لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية حتى لا يكون هناك مستقبلا تشكيل نوعا ما من التواصل الجغرافي من الضفة الغربية وقطاع غزة. حتى هذه اللحظة عملية إيجاد بديل من خلال العشائر لم ينجح على أرض الواقع، حتى على مستوى إيجاد قيادة بديلة متمثلة أن هناك قوة عربية، قوة فلسطينية، قوة أممية. حتى هذه اللحظة هناك كثير من الدول رفضت أن تدخل إلى قطاع غزة إلا بأن يكون هناك نوعا ما من التوافق الفلسطيني. فبالتالي اليوم التالي بالنسبة لليمين المتطرف هو غير موجود. حتى على مستوى الإعمار لا يستطيع أحد أن يكون هناك نوعا ما من تقديم الأموال من الدول العربية بالتحديد دول الخليج، وتعلم تماما أن عملية الحرب سوف تعاود على أرض الواقع كما حدثت في الحروب السابقة. لذلك لن يكون هناك إعادة الإعمار على أرض قطاع غزة إلا بإيجاد أفق سياسي مستقبل حقيقي، يكون هناك بالفعل إيجاد حل للحل الدولتين. هناك رفض الكثير من الدول العربية، أشارت لن نقدم المال إلا بحكومة وحدة وطنية فلسطينية توافق بين حماس وفتح، وحتى على مستوى هناك حركات فتح منقسمة، حتى فتح ذاتها منقسمة أكثر من فتح. هناك فتح، هناك التيار الإصلاحي، هناك مروان البرغوثي، هناك بمعنى أن حركة فتح منقسمة إلى ثلاثة أقسام. وأيضا بالإضافة إلى إيجاد توافق مع الآخرين، الفصائل المقاومة مثل المتمثلة بحماس وحركة الجهاد الإسلامي. فبالتالي بعض الدول لن تقدم الدعم إلا بوجود عدة شروط، وهي إيجاد الترتيب البيت الفلسطيني، ثم أن توقف هذه الحرب بشكل نهائي، أن يكون ضمانة حقيقية من إسرائيل أن لا تعاود قصف هذه المنازل وتشريد المواطنين كما يحدث الآن على أرض الواقع. فبالتالي الرؤية المستقبلية ما زالت حتى هذه اللحظة بالنسبة لليمين المتطرف ضبابية، ولا يوجد هناك أي نوع من الضمانة الحقيقية يشير أن إسرائيل سوف توافق على إعادة هيكلية قطاع غزة إلا تحت أوامر الإسرائيليين. نعم، وهذه التحفظات وقف عندها أيضا أسامة حمدان أمس في حواره مع قناة الجزيرة، وهو يمثل حركة حماس في لبنان، قال أن هناك تحفظات كثيرة وكثيرة جدا لابد من تفصيلها قبل الخوض في مسألة هذه الصفقة. لكن ماذا عن الجبهة؟ أنت تكلمت أشرت إليها، هي جبهة الشمال، أقصد لبنان. ألا ترين بأنها منطقة ضغط على إسرائيل؟ لا تريد إسرائيل فتحها لأنه حزب الله لديه أسلحة أكثر مما لدى المقاومة في فلسطين. صحيح بالفعل. أولاً الجبهة الشمالية قد تكون أقوى بكثير وأكثر تسليحاً من الجبهة الفلسطينية، يعني بمعنى أن حزب الله يمتلك ترسانة عسكرية يعني تتمثل بالصواريخ الدقيقة وحتى المسيرات التي أصبحت متطورة
أجهزة الدفاع، أجهزة الهجوم هي أكثر تطور ناهيك عن الجغرافيا اللبنانية. هناك يتواجد الأشجار الكثيفة، الجبال، لا يستطيع الواقع الإسرائيلي أن يدخل هذه المعركة إلا إذا كان تحصن بالكثير وتم دعمه من الولايات المتحدة الأمريكية وأعطته الضوء الأخضر. طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطيها الضوء الأخضر لفتح الجبهة الشمالية، فإن إسرائيل لن تتجرأ إلا بعملية توسيع العمليات العسكرية، بمعنى أنها لن تدخل هذه الحرب إلا أن كانت هذه بضربات محدودة أو بتوسيع العمليات العسكرية التي تقوم بها في الفترة الحالية. الآن كلا الطرفين، حزب الله وأيضا إسرائيل، تجاوز الخطوط الصفر، ولكن لم يتجاوز الخطوط الحمراء التي تؤدي إلى حرب شاملة بين كلا الطرفين. ما زال أن هناك تهديدات ما بين الطرفين، بالتحديد أن هناك تهديدات إسرائيلية تستخدمها إعلاميا لعل وعسى أن يكون هناك امتثالا للخيار الدبلوماسي أو التفاوضي الذي يقوم به هوكشتاين، المبعوث الأمريكي هوكشتاين، بالإضافة للمبعوث الفرنسي. إذا نجح هذا الخيار فإن إسرائيل لن تتبع الخيار العسكري. ولكن حتى هذه اللحظة، حتى انتهاء معركة رفح، باعتقادي أن الواقع الإسرائيلي سوف يعني يدرس أكثر من محور. المحور الأول، هل سوف يكون هناك ضررا في الداخل الإسرائيلي؟ إذا هم كانوا يعلمون تماما أن هذا الضرر سوف يكون أكثر من عملية استخدام واقع الخيار العسكري، فإن سوف يكون هناك بالفعل نوعا ما من عملية الردع، بمعنى أن لن يكون هناك ضربة إسرائيل بشكل مباشر أو أن تكون تتحول إلى حرب شاملة. بالإضافة أن الواقع الإسرائيلي خلال 8 أشهر، أن جيش الإسرائيليون بالفعل أن أصبح هناك نوعا ما من ضباط جيش الاحتلال في حالة نفسية صعبة، وأصبح هناك نوعا ما من الإرهاق والتعب نتيجة 8 أشهر الحرب على قطاع غزة. فبالتالي أصبح هذه الحالة من إعادة التأهيل، من إعادة التموضع حتى يستخدم الخيار العسكري على المنطقة الشمالية، أعتقد أن باعتقادي أن سوف يستخدمون الآن توسيع الأعمال العدائية، توسيع الأعمال العسكرية، لعل وعسى أن هذه الأعمال تبعد حزب الله إلى ما بعد نهر الليطان حسب نظرية الواقع الإسرائيلي. إذا ما ابتعد حزب الله عن هذه المنطقة، أعتقد أنه بالنسبة للإسرائيل كما أشار جانس قبل عدة دقائق، أشار أن العملية العسكرية يعني آجلا أم عاجلا هي سوف تكون هي الخيار الأساسي بالنسبة لإسرائيل، خاصة ما أحدثته هذه المسيرات دكتورة تمارا من حرائق طالت كثير من المناطق المحاذية للجنوب اللبناني. كنت أشاهد أمس شاحنات الإطفاء وهي تطفئ، تحاول إطفاء هذه المزارع وهذه المستوطنات للإسرائيليين قريبا من جنوب لبنان. الآن نبدأ في تلخيص وتقييم المحور الاجتماعي الإنساني، ترينه من سيء إلى أسوأ رغم الوعود، وما أكثر هذه الوعود بالنسبة للمساعدات. نشاهد أولا جانبا من صعوبة تلقي المساعدات الآن. دكتورة تمارا، بالنسبة للمعابر لا أضيف شيئا جديدا، هناك من يقول أنها ما تزال مغلقة، إسرائيل تتحكم فيها بالكامل. الحديث عن معبر رفح كنموذج، ثم بالإضافة إلى تهدم هذا الميناء العائم الذي أنجزه الجيش الأمريكي في غزة، صار في خبر كان هذا المشروع رغم أن أمريكا خسرت عليه قرابة 300 مليون دولار أو أكثر، ولكن الآن صار في خبر كان مثل ما يقولون. كذلك بالنسبة للمعابر الأخرى، معبر أبو سالم، وبالتالي الحاجة ما تزال ماسة بل في أماسيسها بالنسبة للمؤن، بالنسبة للغذاء، بالنسبة للدواء وغيرها من الحاجيات الأخرى. أولا، معبر رفح من الجانب الفلسطيني تم السيطرة عليه من الاحتلال الصهيوني، وهذا المعبر عندما تم السيطرة عليه أصبح هناك إغلاق تاما بالنسبة لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني. ولهيك أصبح هناك قبل عدة أيام كان هناك اجتماع بين الولايات المتحدة الأمريكية
وبين إسرائيل وبين المصريون. المصريون أشار أنه يجب التعاون مع الفلسطينيون أن إيجاد نوعا ما من قيادة تقوم بعملية تشغيل وتحريك هذا المعبر من الجانب الفلسطيني. الإسرائيليون رفضوا تواجد الفلسطينيين، فبالتالي أدى الأمر حتى هذه اللحظة إغلاق المعبر، فبالتالي أصبح الآن لا يوجد هناك دخول وخروج المساعدات الإنسانية، ولا توجد هناك خروج وأيضا دخول المسافرين الذين بحاجة إلى السفر، بالتحديد المرضى والجرحى الذين بالفعل أصبح فاق عددهم أكثر من 84 ألفا من جرحى الفلسطينيون. ناهيك أن هناك معبر كرم أبو سالم، معبر كرم أبو سالم هو الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى هو عبارة عن نقطة أمنية عسكرية إسرائيلية لا يفتح من قبل الإسرائيليون إلا إذا كان هناك ضغط من أحد الوسطاء فتحي، ولكن لا تدخل الشاحنات إلا فقط 50 شاحنة، بالرغم أن احتياجات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى 600 شاحنة تدخل يوميا إلى قطاع غزة، وهي محل اعتداء المستوطنين. دكتورة تمارا، هناك من يتحدث بأن هذه الشاحنات هي محل اعتداءات بالجملة لهؤلاء المستوطنين. صحيح صحيح، بالفعل هناك بالتحديد معبر كرم أبو سالم هناك أهالي المحتجزين الإسرائيليين بالإضافة للمستوطنين يقومون بمنع إدخال هذه المساعدات، هذه الشاحنات لإدخالها إلى القطاع غزة، يتم رفض، وبالتالي يؤدي الأمر إلى عادة عودتها إلى المنطقة المصرية أو المنطقة اللي ما بعد كرم أبو سالم. ناهيك أن الرصيف البحري الذي يتم الإشارة قد يفتح قبل عدة ساعات، أشاروا أن سوف يتم إعادة بنائه بعشرين مليون، رغم أن تم دفع عليه 320 مليون، ولكن يتم الإشارة أن سوف يتم إعادة استصلاحه، ولكن أعتقد أن إعادة استصلاحه وربطه مع التصعيد في المنطقة الشمالية على ما يبدو أن هذا الرصيف ليس له علاقة بإدخال المساعدات الإنسانية، وإنما عملية تثبت القاعدة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية. كان سوف يتم عملية بالفعل إدخال المساعدات كما يتم الإشارة من قبلهم أن سوف يتم إدخال المساعدات، لكن لم تدخل المساعدات إلا بعدد قليل من الشاحنات، لكن على ما يبدو أن توسع المنطقة في الشمالية في أي لحظة ما قد تتحول إلى حرب شاملة، على ما يبدو أن هذا الرصيف هو عبارة عن قاعدة عسكرية بحرية وليس له علاقة بإدخال المساعدات الإنسانية. حتى على مستوى إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق الجو هي لا تفي باحتياجات المواطنين، هناك النظام الصحي أصبح بالفعل متهالك تماما، وهناك أيضا المواد الغذائية لا تدخل بالوضع الطبيعي، 90% هناك شبح المجاعة، 90% الأطفال يعانوا من التجويع الذي أصبح بشكل ممنهج، وقرابة 1.5 مليون من المواطنين الفلسطينيين يعانون من الأمراض المعوية والمعدية، وأصبح هناك 20% يعانون من أمراض الوباء الكبدي، وهذا يعني سريع الانتشار لعدم توافر الماء الصالح للاستهلاك الآدمي، كلها مياه من البحر يشربونها أو عملية طيب. تحليتها ولكن بصعوبة. بالعودة إلى معبر رفح كنت تشيرين إليه دكتورة تمارا، كيف تقيمين موقف المصري مما يجري فيه؟ بالنسبة للفلسطينيين أمرهم واضح مفروغ منه، أن المنطقة محل احتلال إسرائيلي، ولكن بالنسبة لمصر خاصة الجنب اللي هو مصري، كيف ترين موقف المصري؟ هل هو موقف متفرج مما يجري؟ الإسرائيليون الآن صاروا يجولون ويصلون في المعبر، لا دخول للشاحنات إلا بأمر منهم، أم كيف ترين الأمر؟ أولا هناك اتفاقية كامب ديفيد بين الإسرائيليون والمصريون، الاتفاقية تشير أن لا وجود للإسرائيليون على الجانب معبر رفح من الجانب الفلسطيني. قبل عدة أسابيع كان هناك نوعا ما من اشتباكات بين المصريون وبين الإسرائيليون أدى القتل إلى جندي مصري بالإضافة إلى قتل 3 جنود إسرائيليون. لماذا حدث هذا الاشتباك؟ كون الإسرائيل كانوا يريدون الدخول إلى الجانب معبر رفح من الجانب المصري، لكن أدى الاشتباك، فبالتالي المصريون عندما يتم مساس الخط الأحمر بالتحديد من الجانب المصري فيصبح هناك في اشتباك، لكن الإسرائيليون ابتعدوا عن هذه المنطقة، أصبح الآن تواجدهم فقط على الجانب الفلسطيني. الآن هناك حسب الاتفاقية انتهاك، يعني هم يشيرون أن هناك انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد، وحتى على مستوى اجتماعهم الأخير بين الأمريكان والإسرائيليون وأيضا المصريون أشاروا أن يجب أن يكون هناك نوعا ما حسب هذه الاتفاقية تشير يجب وجود فلسطيني حسب ما تم الاتفاق عليه، أو وجود قوة عربية أو قوة أممية. حسب اتفاقية كامب ديفيد تشير أن يجب أن يكون هناك قوة
قوة من الأمم المتحدة أن تسير الأمور حتى يتم إزاحة الواقع الإسرائيلي، لكن الإسرائيليون رفضوا هذا السياق. الإسرائيليين يريدون، إذا تحدثنا بكل صراحة، هم يريدون إنهاء معبر رفح، ويريدون إيجاد معبر آخر مختلف كليا عن معبر رفح حتى تسيطر عليه إسرائيل الدخول والخروج، حتى تسيطر عليه كنقطة أمنية كما يحدث الآن في الضفة الغربية. الضفة الغربية هناك حاجز واحد يسمى جسر الليمبي أو جسر الملك حسين. إسرائيل لديها نقطة، بمعنى أن هذا الجسر الملك حسين ثلاثة النقاط: جسر الفلسطيني، جسر الإسرائيلي، جسر الأردني. هذا ما تريد أن ترسمه في قطاع غزة، جسر نقطة من الفلسطينيون. إذا كان حتى هذه اللحظة يتم الاتفاق، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق لوجود فلسطيني، وإن تكون هناك نقطة إسرائيلية بالإضافة إلى النقطة الأخيرة وهي المصرية. حتى هذه اللحظة على أرض الواقع بالنسبة للإسرائيليون على ما يبدو يريدون إنهاء معبر رفح هنا الجانب الفلسطيني، إغلاقه تماما، وإيجاد نقطة أو تحويل معبر كرم أبو سالم هو النقطة التي يدخل ويخرج إليها المواطنين الفلسطينيين. لكن حتى هذه اللحظة بوادر الفتح بشكل كلي غير قائمة، ولا يوجد هناك قبول إسرائيلي في هذا السياق. إذا ننتظر الأيام القليلة المقبلة أو الأسابيع القليلة المقبلة لنرى ما إذا هذه الصفقة ستجد طريقها نحو القبول، نحو التطبيق، أم أنه ستضاف لباقي الصفقات الماضية مسجلة دون ما تنفيذ. شكرا جزيلا لك دكتورة. دكتورة تمارا حداد الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من رام الله، وشكرا موصول للأستاذ المحامي أمجد السلفيت المختص في القانون الدولي كان معنا من لندن. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.